جثة للشخص بيشتغل هنيك اسمه بوراك أوزجان، ابنك عايش. عم تكذبي علي مو؟ عم تكذبي علي مو؟ ابنك عايش قدرات. كيف يعني عايش؟ خلوني احكي معه فورا، انا بدي حاكي على التليفون. ممنوع. اول شي رح تدفعي تمن اللي عملتي، خدوه على المنفرده. ابني يلا امشي عايش. قدره قلبي كل عمك. يلا ابني عايش. معلمتي انتي ريحي حالك شوي. يلا سلام عليك. ما بيصير ما بيصير دينيس، انتي منيحة؟ ما بيصير صار لك شي؟ ما بيصير. اعطيني الموبايل عسرة. ما أنو معي هلا. اعطيني الموبايل فورا. ما في موبايل. اعطيني الموبايل. ما في اعطيني موبايل. الموبايل قلتلك. ما اعطيني الموبايل عسرة. ما معي موبايل. هذي شو بدك؟ هذي جنتي انتي يعني. روحي شو بدك؟ هذي جنت. ما في موبايل يا دينيس. حلو لك شو هاد؟ هاد هو. شو هاد؟ من وين اجا هاد؟ هاد هو روح الفريق بالنسبة لكم؟ هذا اسمه كذب دينيس. لا توقفي بوشي، لا توقفي بوشي. ما بعرف من وين اجا. ان الرقم المطلوب. واحد غبي، واحد غبي. اهدي دينيس خلاص. لو سمحتي اهدي شوي، روقي شوي. واحد غبي. دينيس شو بك اختي؟ شو صار لك؟ شو هالرجال غبي. شوفي دينيز، دينيز هلأ أعصابها تعبانة شوي لأنه هنن كانوا ضاغطين على رقبتها. الموبايل لمين؟ الموبايل لمين؟ احكوا إلي. إلي أنا اللي فوتته لهم. زيرين خانو، لقينا موبايل هون. دينيس ديمير قالت إنه الموبايل إلها. خدوه على المنفردة. على المنفردة. الو ايه شو عملت؟ لقيت هذا اللي اسمه هاكان؟ دورت عليه بكل الاماكن اللي ممكن يكون فيها، سالت الجيران عنه. الرجال هرب خلص. هرب يعني؟ اخذ كل شيء وراح. انا بعرف كتير منيح مين عمل هالعمله وتاكد اني رح حاسبه عليها. ممتاز. شو بدك تعمل هلا؟ لا تشغل بالك انت، بعرف شو اتصرف. آخر مرة بسألك، وين لقيتي هالموبايل؟ قلت لك قبل الموبايل إلي. وأنا عم قلت لك وين لقيتي؟ طلبته من زوجي وجابه بالزيارة. زوجك كل شي بيصير بيكون هو السبب فيه؟ اعترفت لك بجريمتي، قلت لك الموبايل إلي، عاقبيني مثل ما بدك. ملتم، خدوا دينيس على المنفردة، خلوها ترتاح شوي، أعصابها تعبانة لأنه. حاضر خانم. قدرة طالعوها من المنفردة. قدرة رح تطلعي من هون. ما
انتي؟ الله يكون بعونك يا حلوة. امشي يلا. ما قدرتي تكوني ذئب ما هيك؟ امشي. ايه مفكرة القصة هيك. ايه والله بدك تتعلمي كتير لحتى تنجحي يا بريئة يا حلوة. امشي لسه قدرات. لازمك كتير تدريب، لسه بدك كتير. خلوا الفريق الطبي يشوف وضع دينيز بالمنفردة واعطوها مهدئ كمان. اسمعوا، بدي موبايل بسرعة. يلا بسرعة. حسرت انتي شو عملتي؟ كيف بتعملي هيك شي؟ كيف بتحطي الموبايل بالغرفة؟ أنا ما حطيت الموبايل بالغرفة، فهمي علي. خرسي، أنتي عم تحكي هيك شو ما عصب صحيح؟ نسيتي مزبوط؟ عزو، إمتى أنا كذبت عليك؟ قليلي إمتى؟ الله ياخدني إذا عم كذب. أنا حطيت الموبايل تحت الورود بالحديقة. والله مين حطه لكان؟ بحلف لك أنا ما بعرف نوب، والله ما بعرف. هيا خانو. الله لا يوفقك ولا يعطيك العافية. ولك أنا متت هون وأنت ما عم ترد علي. ليش ما عم ترد على تليفوناتي؟ لأنه أنا سمعت أنه صار حريق بالمستودع وقالوا في شخص مات. يعني ما بتفكروا بوضعي أنا؟ ما بتهتموا فيني؟ خانم أنا قلت له لآل، بس قال هو ما بده يحاكيك. وشو مشكلته معي يعني؟ قلب ما منيح، ما عم يقدر ينسى إيجام لعلي، وكمان رح علق ببنت تاني. قل له يتصل فيني بسرعة. طيب أنا رح قل له بس ما رح يحكي. إيه لكن اسمعني كتير منيح، نحنا بحاجة بضاعة هلأ. زوجنا جي رح يجي على الزيارة، عطيهم. يا خانو قلب رح يموتني إذا هيك، لكن خليها بالسر. وكمان قلب ابني في معه مصاري منيح، بس هو ما بيعرف شو رح يصير. بدك تحول لي المصاري لإلي. خانم وجدي لا تخليني عصب، عم تفهم؟ تعمل شو بقلك، يلا بسرعة. ها انت وين كنت لهلا؟ إلي ساعة ناطرك وجدي. شوفي عنا شغل. تعال وجدي يلا. بدنا نحتفل؟ تماما، عيد ميلاد أوزجي. انت مهمتك تنفخ لي البولين ماشي؟ في شركات لهذا الموضوع، ليش لنتعذب فيهم؟ وجدي رح تنفخ البولين وحاج حكي فاضي. رح روح على الحمام بالأول. يلا بسرعة. كيف هي بتنعمي؟ وجدي بسرعة يلا. شو عم تعمل هون؟ عم دور عم قص وخيطان للبولين، بس أنا ما لقيتهم هون. أنا أخذت كل شيء لتحت. تعال
أمي 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 في إيه؟ يلا تعمليهم. هالمكان خطير كتير، روحي منهم، روحي على البيت. أنا عم استناكي أمي، عم استناكي لتنتقمي لي منه. رح أنتقم، رح أنتقم، بس أنا هون مربطة إيدي. رح أطلع من هون وانتقم. ليش لا تروحي لعنده أمي؟ خليه هو يجي لعندك. إيش؟ أمي شو هاد؟ إيش؟ إيش عم شو هاد؟ أمي شو هاد؟ شو؟ شو هاد؟ إيجام بنتي لا تروحي، إيجام لا تروحي، إيجام وينك؟ وين رحتي؟ إيجام مساء الخير لكل مستمعين راديو الأمل. ما رح سمعكم غنية بس هاد المساء، هالليلة رح أقرأ من كتاب بحبه كتير ورح سمعكم أحلى كلام، وإذا حبيتوه حسيتوه شدكم أكيد رح بتلاقوه موجود بالمكتبة. هلأ كلنا بدنا ناخد لمحة صغيرة عن حياة غريغور سامسا وعن قصته. سامسا استيقظ في ذاك الصباح الباكر وهو في سريره الكبير والدافئ، ووجد نفسه أصبح حشرة ضخمة، وهالشي بيشبه مشاعرنا لما نفيق الصبح. انتقلت نظرات سامسا إلى النافذة والوحشة التي في الخارج والهواء البارد. كان صوت قطرات المطر التي تضرب القضبان مسموعاً بقوة، وهذا أحزنه بشكل كبير. فكر وقال: لو أنام قليلاً وأنسى كل هذه السخافات ماذا يحدث يا ترى؟ لكن احتمال حدوث هذا ضعيف، لأنه كان معتاداً على النوم على جنبه الأيمن ولا يستطيع الالتفاف إلى جنبه الأيسر، ومهما فعل لكي يلتف إلى يساره كان يعود ويتدحرج على ظهره مجدداً دون فائدة. جرب الشيء نفسه مئات المرات، أغلق عينيه كي لا يرى قدميه اللتين تتخبطان، وعندها بدأ يشعر في الجهة اليمنى بألم خفيف مخفي لم يشعر به من قبل، ثم قام بفتح عينيه. أيكو الحلوة،
لا. وين راحت؟ أيكو؟ بنتي؟ أيكو؟ ها يونغا؟ تعرفي وين أيكو؟ أنا ما بعرف، ليش ما كانت معك؟ لا، أنا مفكرتها معي. بس رح تكوني عيني وإذني هون، إذا بيطير عصفور بالساحة رح أعرف. غير هيك ما بدك تميزي رفقاتك عن أي حدا. قلت هالشي منيح لأيكو كمان، بس ما كنتي رح تبعدي عنها أبدا. بتزرعوا وبتقطفوا. قرب، تعال خد بندورة، تعال شوف البطاطا، قرب على البطاطا، قرب قرب على البطاطا، بطاطا تازة، بندورة تازة، قرب على الخيار، بطاطا تازة، بندورة تازة، خيار تازة، أزرف الخضرة عنا وبأرخص الأسعار، قربوا قربوا. ها أخي الله يعطيك، عندي كومة أولاد ناطريني بالبيت. نقي، بعرف ما رح تقدري تدفعي كالعادة. ليش هيك عم تحكي؟ تكسب ثواب، هيك بتروح البركة. ها يا الله، الله يحفظك ويبارك لك. تعال شوف البطيخ، حمرة وحلوة البطيخة. أيكو أختي، شفتي لي أيكو؟ لا ما شفتها. ما شفتيها؟ وينك يا أيكو؟ يا ربي يا ربي تحميها يا رب. أيكو أيكو أيكو، انكسروا رجلي من المشي. شو صاير هون؟ ليش كلهم مجتمعين هون؟ شو صاير؟ شو في حدا منكم يحكي بقى؟ دودو خديجة دودو حبيبتي، اهدي شوي حبيبتي اهدي. ما في شي. شو صاير؟ ليش الناس مجتمعين؟ اهدي شوي حبيبتي اهدي. بنتي شفتي لي أيكو هون؟ المديرة الجديدة أخذتها من شوي. أيكو 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 أيكو، أيكو وين كنتي بنتي؟ وين كنتي؟ شو قلت لك أنا؟ قلت لك وين ما بتروحي بتخبريني؟ دودو شوفي هالمكان الحلو رح يصير حديقة. خالتي زيرين قالت لي إنه رح تعطينا هذا المكان لإلنا، بس أنتي ما قبلتي. قولي لي ليش ما بدك يا دودو؟ شو بتحكي؟ بلا بدي. كيف ما بدي؟ أنا بدي كل شي بدك يا، أنا بعمل كل شي كرمالك يا حبيبة قلبي أنا. شو قررتي هلأ دودو؟ مثل ما بدك حضرة المديرة، المهم ما تبعديني عن هالبنت، ما بقدر اتحمل بلاها. منيح انه اتفقنا. عيوني انا كتير مفتوحين. اخذتي القرار الصح، هيك احسن إليك وإلي دودو. شو عم يصير؟ شايفة كيفك ايه اختي؟ ايه يلا ورجينا خبرتك. الكل ينتبه، الكل يهدى لو سمحتوا. اسمعوني، قطعة الأرض هي لإلنا، ورح نحول هالمكان لجنة مع بعض. اليوم رح يجي السجناء الرجال على السجن تبعنا. معقول؟ هدوء، خلص بكفي، هدوء اهدوا. حتكون المسؤولة عن الحديقة هون دودو، وأنا هون ما بدي مشاكل بنو.
بعرف إنكن رح تزرعوا الجمال بالحديقة، وإنكن رح تربوا الأمل، ورح تكتشفوا السحر الموجود بالتعاون. معك حق. بعد هلأ ما بدي كره أو حقد أو تعصيب أو جنون. ما بقى رح يصير جنون؟ عندي إيمان إنه أنتوا رح تنجحوا، لهيك موفقين، والحديقة مبروكة عليكم. عشتي. براو. أحلى مديرة. بعد هلأ رح يصير شغلك انت. تمام. يلا. أيوة. يصير هلا. ليش عم تحكي هيك؟ طلع فيهم وشوف قديش فرحانين ومبسوطين. فوزلان، زيرين قالت بدها تجيب سجناء. ايه اجباري، لانه السجن تحت التقييم، فعادي يصير هيك، ما ناقصه. لا تتشائم يا مراد، لا تشغل بالك، يعني فكر بايجابيه ليصير شيء منيح ولا تدقق. شايف صرتوا مع زيرين خلال يومين؟ يا الله. عن جد نحن احيانا بنكون مثل الاولاد الصغار. طلع فيني مثلا، قديش شايف شكلي جدي هلا. يا حبيبي لنشوف شو رح تعمل. الكل عندي لشوف، هدول كلهم لازم تفوتوهم لجوا، فهمتوا علي؟ الكبار بالعمر يفوتوا اول شيء لهون، يلا وينظفوا، الشباب ياخذوا هدول وهدول كمان وهدول فوتوهم يلا. استني انت، هلا بيوجعك ظهرك، بعدي انا بشيله. هي هي استنى، شو عم تعمل؟ رجع لمحله، اتركه بدي استعمله بكره الصبح، لا تشغلوني شغلتين. ما شاء الله، شو عم يصير معك يا ترى؟ شو عم يصير معك؟ ارفع اخي يلا خده، اسمع حكي انا. عم اقول لك اتركه محله، تنظيم الك والشغل النا، عم اقول لك من هلا اتركه هون. لك انت مين اخذ رايك؟ التنظيم الي والشغل وكل شيء الي، لا تتدخل بشغلي يلا روح، روح من هون وعمل اللي بقوله وخلصني يلا. لا حول ولا قوة الا بالله، كأنه قدامي عاصفة، شيلوا من هون وحطوا هون، انا انسان كمان في عندي بالنهاية روح شبك، لكن انتبهي على حالك لا تعصبيني، اذا بدك تشتغلي خليكي واذا ما بدك روحي. بس اخذوا هدول من هون وحطوا هدول هون. قديشك مرتاحة انت؟ بتعرفي هاد كم كيلو يعني؟ شبك ليش عم تطلعي فيني هيك؟ انا ما حدا بيطلع فيني بهي الطريقة. شو عم بتقولوا لا؟ شو تفضلي؟ ليش هيك عم تحكي بسرعة؟ انت مجنونة ولا شو؟ انا مجنونة، اسمي دودو المجنونة، شو يعني؟ شو رح يصير؟ ما جبت شي جديد. اسمعي يا بنت، انا ما باخذ الاوامر هون غير من المسؤولين، فهمتي؟ ايه فهمت، انا المسؤولة عن هي الجهة وعن هالحديقة، شو رح يطلع بايدك؟ فهمني شو فيك تعمل يعني؟ امشي ارجع على شغلك وما بقى تعصبني اكثر. ها شو هالناس هدول يا الله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الله يا دودو، شبك انت وياه يا دودو؟ والله ما عم اعرفك يا دودو، شو صار لكم انتو؟ كأنه عم تضحكوا علي. ولك خليتي الرجال يتشهد على روحه هنيك. يا بنتي انت ليش عم تعيطي على الزلمة؟ كأنه صايح اجنبي وما عم يفهم شو عم تحكي انت. شو اعمل هالرجال بلا عقل، ما فهم شو عم قول. اختي دودو خلاص، انا لقيت لك توأم روحك، شوفي عصبي ولهجته مثلك. حسرات والله على شو عم تطلعوا انتو، اشتغلوا يلا بقى. اذا في شي تاني بدك نشتغله قولي لي انا، لانه الرجال هون ما كتير بيفهموا بهي القصص. لا ما ضل في شغل. بالمناسبة انا اسمي حسن، انتي قلتي لي انه اسمك دودو ما هي؟ ايه. ستي كمان كان اسمها دودو، يعني اسم حلو كتير هيك قصدي. شوف قديش منفهم على بعض وقت منحكي على مهن. روح على شغلك يلا، لا تخليني عصب يلا يلا. يعطيك العافية. يعطيك العافية انتي كمان. يا عيني. والله وقعت هالدودو وما حدا سمى عليها. فانك قليلة. يلا يا دودو. يا بنات يلا.
دينيس كيف صرتي؟ صرت أحسن، شكراً. شو قدرتي تتذكري من وين أخذتي الموبايل ولا ما تذكرتي؟ الموبايل لإلي، قلت لك من قبل. أخذتي من عزراء؟ هذا الموبايل إلي. فهمت عليكي، لكن ما بدك تحكي. فيكي تحتجزيني هون قد ما بدك، بس ما رح تاخدي مني أي جواب تاني. أحجزك هون قد ما بدي، أحجزك هون قد ما بدي. لا، رح طالعك. بدي إياكي قدام عيوني على طول. صرتي منيحة دينيز؟ عم استنى الوقت اللي يصير فيه منيحة. رح يجي هالوقت. انتي مرة قوي. شوفي هون، مين هدول؟ زيرين خانم فتحة الحديقة، وسجناء الرجال اجوا يشتغلوا. رح تزرعوا خضار وفواكه هون. حلو، يعني الشغل بالأرض رح يفيد كل الناس. تماما، دودو مسؤولة عن الحديقة. حلو، روحي لعندها لحتى تعطيكي شغل. تمام، شكرا. يعطيكم العافية. شكرا، أهلا وسهلا دينيس، تعالي لهون يلا. شوفي كيف صارت الحديقة. حلوة كتير. عنا شغل كتير، ما بعرف شو لازم نعمل. ساعدك بشي؟ تقدري؟ أكيد. ايه؟ خدي هاي. ها، ليك، روحي لهنيك انكشي شوي، مشان نقدر نشتغل مزبوط. يلا روحي. يعطيكم العافية. شكرا إليك. شو جبتيها؟ من وقت اللي شفتك ما بعرف شو صار فيني، سرقت اللي عقلي مني يا نور عيني يا نور. يلا كل السجينات يروحوا على غرفة الأكل. امشي بنتي. كيفك حسرت؟ أختي دينيز كيفك؟ تمام. هالشوربة طيبة كتير. وين الختيارة؟ بغرفتها، رح تاكل هناك. هاي أوامر زيرين. والله على عيني هالمديرة، أصلاً كان واضح من أول يوم مع مين رح توقف. ناجية، وين أمك يا بنت؟ شو يا عيوني، بتعرفي تاكلي لحالك ولا بجيب طعميكي؟ آه يا عزراء، سمعت لك إشاعة جديدة، قدرت ما عادت أمها، بدها تصير حمات بنت. يا بتسكري تمك، يا بعرف أنا كيف سكر لك يا. والله كلهم عم يحكوا هي إنه ابن قدرت بده يصير صهرة لناجية. لك انا شو قلت لك وليه؟ روحي اذبحك وانت خرسي بقى. بكفي انت وياها، كملوا اكل. ليش ضل في نفس؟ يعني حضرتك عم تقول انه مسموح ساوي للامتحان بالسجن؟ فهمت. لا، السجينه صاحبه مشاكل وبخاف يفهموا انه نحن عم نميزها. ايه فهمت. فهمت عليك وشكرا على اهتمامك. حاستي السادسة قوية يا أخي، أكيد في شي ورا اللي عم تعمله زيرين. ولو مراد شيلة من راسك، لا تضلك تفكر فيها. لسه زيرين زيرين زيرين، شو ما عنا شغلة وعملة غيرها؟ الكل عم يحكي عن زيرين. أخي أنت عم تحكي هيك بس ليش؟ يعني اللي يجيبوا مرة من مكان شغل القديم ويقلعوا المرة المستلمة ليش؟ ليك مراد، مشان الله ريحني بقى. المهم نحنا ما حدا يقرب صوبنا. إذا في فساد هون بالسجن فبالنهاية رح يوصل لإلنا، لا تتأمل كتير.
عزو؟ صحيح خسرنا الموبايل بس حزري شو لقيت؟ شو لقيتي؟ نقي لك حسرة والله مالي خلق لها المواضيع هدول هلأ. يلا عزراء بنتسلى شوي صغيرة. يلا 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 نقي بتربحي. يلا يلا حزري بتربحي. نقي بتربحي حزري بتربحي. رح نقي هي بينجو. يا عيني وين لقيتي يا حسن؟ لقيتها لما كنت عم اشتغل بالجنينة. معناتها حفرتي كتير حتى لقيتيها. منيحة لنحمي حالنا خصوصي إنه عيون الناس علينا كلهم. بدك خبيها بشي مكان؟ لا أختي مو مطلوب منك تخبيها بمحل. زعلتيني على فكرة. لك لا تزعلي دخيله قلبك مطيب ويسلمني. لا لا عم يتغزل. أهلا وسهلا أختي. أهلا حاسون. أهلا وسهلا مامي. هاي ناري ماما. لا هاي موفي. مين هاي موفي؟ أول هاي مرة بسمع. شبك شو ما عرفتيها؟ عزراء تعي معي. شو حسون؟ لك تعالي بدي لك شغلة. شو في؟ أمشي بدي أخدك مشوار. لوين أخدني؟ بدك تنزلني على السوق يعني؟ لشو عم تخطط؟ لشو بدي خطط؟ في لك عندي مفاجأة. يلا أمشي. مفاجأة؟ ايه مفاجأة. يلا انتو روحوا هلا انا في إلي مفاجأة. حسون ونحن ما لنا مفاجأة؟ لا مالكم. الله يسامحك. يلا امشوا. شو هالمفاجآت يا عزراء؟ بس اطلعي على يمينك وشوفي مين جوا. عزراء كيفك؟ منيح وانتي؟ بدي اعمل لك امتحان. ايه هون بالسجن. ايه هاد صاحبك عزراء. ليك عزراء تعي بلا ما يشوفنا شي حدا. حسون امشي يا بنت. بشوفك. بشوفك. رح شوف. امشي. ناجي اللي عم يقوله صحي. شو دخلك؟ زعلانة على بنتي. انتي شو دخلك؟ شو دخلك؟ روحي من هون ولا تساوي مشاكل. يلا طلعي فيه. ما بطيقك ولا بدي حكيكي. على أساس أنا كتير بحبك. لك هاد مجرم وقتل لي بنتي ورح يأذي بنتك. لا تخافي بنتي ما بتعمل مثل اللي عملته بنتك. انتي هيك رأيك؟ من هلأ ممكن تكون صارت مدمنة. بس بنتي ما بتتعاطى مخدرات. قليلة تزورك وساعتها بتشوفي بعيونك تتأكدي وبتشوفي. يلعنك. زيرين خانم بدها تشوف حضرتك. للأسف سنان بيك ما رح تقدر تساوي للامتحان بهاي الفترة. السبب؟ لأنه طالبتك عزراء كايا موجودة بالمنفردة. فيني أعرف شو ساوت لتعاقبت بهذا الشكل؟ لأنه عم توزع مخدرات. وأنت عندك إثبات على هاي التهمة؟ شو صار؟ دمرت لك أحلامك؟ أنت حاولي تعيقي امتحانها قد ما بدك وأنا رح ضل كافح وحارب كرمال عزراء. بشوفك قريباً زيرين خانم. رح يجي الوقت وتتأكدي من كلامي. لما تيجي رح تكون عزراء فاتت بتهمة جديدة وبكرة رح تتأكد من كلامي. بشوفك عن قريب. يعطيك العافية. الله يعافيك سنان بيك.
فيك تفهمني ليش رشيت الغاز على وش هيفيس بدل ما تتصرف معه برواق؟ فيك توضح لي أكتر؟ يا خانم، البنت فقدت السيطرة، شفتي كانت تحت تأثير المخدرات، حذرتها بالكلام وقلت لها توقف وما وقفت، بعدين مسكتها من إيدها لحتى أخذها على المستوصف، ضربتني عزلام شاهدي على كلامي، ولحتى البنت ما تأذينا أو تأذي حالها رشيتها بالغاز. فيك تنصرف، خليكي أوزلام. لهذا السبب أنا بوثق فيكي كتير، دائماً بتتصرفي مظبوط. شكراً لإلك على صبرك وعلى تفاهمك. هذا واجبي، ولازم ينكتب تقرير بالحادثة اللي صارت. انت رح تكتبي يا خانم الحقيقة بتقريرك رح تشرحي اللي بدك تشرحي أوزلام. مثل ما بتأمري خانم. اخ قلب، رد على موبايلك، رد على موبايلك، رد يلا يا ابني، رد بقى، رد علي يلا، رد علي. هذا قلب ما عم يرد علي. معلمتي، أنا سمعت خبرية من زوجي. شو سمعتي قولي؟ إنه ابنك قلب وبنتي عم يلتقوا كتير مع بعض. يعني يا ريت لو تحكي مع قلب وبتقولي له إنه بنتي حساسة، أوز جاي ما بتناسبه. القصة اللي بدي أقوله معلمتي إنه هنن هلأ شباب ودمهم بكون فاير، لهيك ممكن يساووا هلأ شي يندموا عليه بالمستقبل يعني. ما سمعتك. ولك انت شو اللي عم تقولي؟ ولك انت سامعة حالك شو عم تحكي ناجية؟ مين مفكرة حالك ناجية؟ ولك انت يا كلبة خدامة تحت رجلي، فهمتي؟ فهمتيني غلط معلمتي. لو ماني موجودة هون ما كانوا خلوكي عايشة يوم واحد بس، وفوق هيك دبرت له شغل لزوجك الغبي، شفقت عليه. ولك انتو كانت ريحتكم طالعة وميتين من الجوع، هلأ لحتى شبعتوا. لك انت هلأ انت مين؟ مين مفكرة حالك؟ أنا ابني قلب نازل مشان يرضي بنتك الغبية وما يزعلها، وانتي مو عاجبك ابني مو هيك؟ ولك انتي مين وليه؟ نلع من وشي؟ والله فهمتيني غلط يا معلمتي. نلع من وشي يلا. فهمتيني غلط يا معلمتي. والله فهمتيني غلط. ورجيني وشك وليه؟ يلعنك وقحة. وجدي عطيني قلب بدي احكي معه. انت امتى بدك تشوفه؟ وجدي بتقله خليه يجي يزورني. عم قلك خليه يجي يزورني وجدي. والله جد؟ تمام. انا بعرف كيف بدي جيبه لعندي. انا بعرف كيف جيبه لعندي لهالابن الكلب. صباح الخير. صباح النور. كيف كانت ليلتك هون؟ منيحة، كتير منيحة، ريحت راسي من التفكير بالمشاكل شوي. بالله؟ معناتها إذا بدك منجيبك لهون على طول؟ يعني بظن إنه إذا حضرتك رح تضلي فوق راسي لازم تحجزي لي غرفة على اسمي تحسباً لأي شيء. لسه ما خلصت كلامي معك. أستاذك المتفاني بعمل السنان ما رح خليه يعمل لك امتحان أو يعطيك دروس إذا ما كان بدي. إيه؟ روحي قولي هالشي لإله ومو لإلي. أصلاً أنا قلت له وعمل لك الكلام لإلك مشان ما تتأملي. أنا شو قلت لك؟ إذا ما بدك تتعاوني معي ما رح يصير أي شي من اللي بتحلمي فيه.